وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى على قصعتها. يعني معنى الحديث الشريف، النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أنه سيأتي زمان أن الأمم، أمم غير الإسلام، ستهجم على أمة الإسلام وستأخذ منها وتأكل فيها كما يجتمع الآكلين الطعام على صحن واحد، قصعة، فيأكل هذا من هنا وهذا من هنا وهذا من هنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك، يعني يأتي زمان أن تتداعى عليكم الأمم. تداعى أصله في اللغة العربية تتداعى، لكن العرب بسبب تكرر التاء وثقل حرف التاء يحذفون التاء الأولى فيقولون تداعى، أصلها تتداعى، مثل قوله في القرآن الكريم تلظى، أصله في القرآن تتلظى. نحذف القرآن حذف التاء الأولى فصارت تلظى، وهكذا أمثلته عند علماء العربية. يوشك أن تداعى يعني تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. تداعى يعني نداء، أنا أدعو هذا، أدعو هذا، أدعو هذا، تعالى كل كل تفضل تعالى، يعني أدعو هذا كما أنتم تقولون أنتم، لكن ليس تفضل بالاحترام، سلا سلاح سلكان، لا، ليس بالاحترام، تداعى بالهجوم للعدوان، للغصب، للسرقة، للنهب. تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا صحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ هل نحن أمة صغيرة ضعيفة قليلة حتى هذا يحصل؟ قال: لا، أنتم كثير، بل غثاء. قال صلى الله عليه وسلم: بل غثاء كغثاء السيل. يعني في الحقيقة أنتم كثير ليس قليل. عجيب، أمم تهجم على أمة ضعيفة قليلة صغيرة، لكن أمم ما تقدر تهجم على أمة كبيرة وقوية وعظيمة، ما تقدر، يعني شيء لا يشبه شيء. قالوا: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: بل غثاء كغثاء السيل. غثاء السيل هذا البحر يرمي كثير على الساحل، كثير لا يعد، ولكنه الوهن. يعني السبب هذا ليس القلة وليس الكثرة، ليس الضعف، وليس سببه الوهن. قالوا: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت.